نتكلم عن يعني مستقبل تراثنا وتاريخنا الوطني محليا وعالميا، خلينا نتكلم عن دور الجيل الحالي والأجيال القادمة في 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 في, في الحفاظ على هالإرث الكبير وبناء يعني المكتسبات يعني للوطن والاستدامة على هالشيء. حقيقة من فضل الله عز وجل على هذا الوطن الكبير وجود هذا الإرث الحضاري والآثاري في شتى مناطق المملكة العربية السعودية، في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، مما جعلنا يعني مما يؤكد أن هذه الجزيرة العربية هي الموطن الأول للإنسان وللبشر. فلعل يعني ما نذكره قبل أيام المكتشف في منطقة الجوف، مسألة الجمال المنحوتة في الصخور، ويعني يذكر أنها أقدم منحوتة يعني عبر التاريخ أو ذكرت في تاريخ البشرية. كيف يقوم أبناءنا نحافظ عليها؟ حقا إذا لابد تدرس مواد السياحة والمحافظة عليها في المدارس منذ النشأ الصغير، منذ البدايات الأولى يحبب لهذا الطالب، وهذا أهمية يفهم أهمية هذه الآثار، لأنها هي حفظ لتاريخه، حفظ تاريخ أجداده وآبائه. فهذه البدايات حقيقة. الأمر الآخر لابد يكون هناك تطوير أيضا أكثر من هيئة السياحة والآثار، وتحتاج إلى دعم كبير جدا، ويعني هي تقوم بجهود لا شك فيه، ما مشكورة وكل يوم نسمع، لكن أيضا نحتاج المزيد. المملكة قارة في كل صقع من أصقاعها توجد فيها آثار، الرمال طمرت كثير من الآثار، يعني التغيرات المناخية أثرت في مناطق تحتاج بعثات تنقيبية تدفع عليها الملايين حتى نبرز هذه الآثار ونحافظ عليها.